يوم الأربعاء من الأسبوع الثالث من الصوم الكبير، من يقول النبي بركاته على جميعنا: لا تخافي أيتها الأرض، ابتهجي وافرحي، فإن الرب قد تعاظم في عمله. لا تخافي يا بهائم الصحراء، فإن مراتع البرية قد نبتت، والشجر أنشأ ثمره، والتينة والكرمة بذل قوتهما. وأنتم يا بني صهيون، ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه قد أعطاكم مشترع العدل، وأنزل لكم المطر المبكر والمتأخر في أول أوانه، فتمتلئ البيادر حنطة، وتفيض المعاصر نبيذا وزيتا، وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد والجندب والدب والزحاف، جيش العظيم الذي أرسلته عليكم، فتأكلون أكلا وتشبعون وتسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم العجائب، ولا يخزى شعبي إلى الأبد، فتعلمون إني في وسط إسرائيل، وإني أنا الرب إلهكم وليس غيري، ولا يخزى شعبي إلى الأبد. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، آمين.